بخصوص جريمة القتل التي وقعت بحي 400 مسكن بعنابة، والتي راح ضحيتها طفل وجدته، فيما نجا الطفل الضحية الثالث والذي يقبع حاليا بالمستشفى. فعملا بنص المادة 11 من قانون إجراءات الجزائية، ارتأت نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة بعقد ندوة صحفية اليوم بقصد تنوير الرأي العام وتفادي انتشار معلومات مغلوطة حول الجريمة الشنعاء التي وقعت بتاريخ 30 جوان 2024. إذن فالوقائع تعود إلى تاريخ 30 جوان 2024، على الساعة 11 صباحا تلقت مصالح أمن ولاية عنابة عبر خط النجدة 17 بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بشقة سكنية بحي 400 مسكن بعنابة. على الفور تنقلت مصالح الضبطية القضائية إلى عين المكان. تم العثور ببهو الشقة على الضحية الطفل شينيا البالغ من العمر 9 سنوات، يسبح في بركة من دمائه عليه أثار ذبح وإصابات بليغة بواسطة آلة حادة على مختلف أنحاء جسده. وفور إخطارنا نحن وكيل الجمهورية تنقلنا إلى عين المكان وبرفقة الطبيب الشرعي، وكان بحضور أيضا رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة العلمية وتقني مسرح الجريمة. فبدخولنا إلى الشقة محل الجريمة وبالضبط إلى المطبخ، تم العثور على جثتين هامدتين في دمائهما. الأولى تعود للطفل شينيا البالغ من العمر 12 سنة، والجثة الثانية تعود إلى جدته يا تا البالغة من العمر 66 سنة وهي صاحبة المسكن. الجثتين عاينا بهما أثار الذبح وإصابات عديدة وبليغة على مختلف أنحائهما ناتجة عن آلة حادة. المعاينات الأولية التي أجريناها نحن وكيل الجمهورية بمعية الطبيب الشرعي على جثتي الضحيتين وبمساعدة تقني مسرح الجريمة التابع لأمن ولاية عنابة، تم الوقوف على إصابات عديدة وبليغة في أماكن قاتلة تعرض لها الضحيتين، كما تمكنا من العثور بالمطبخ وبشرفته على أسلحة بيضاء ومطرقة عليها أثار الدم، وهي الأدوات التي استعملت من قبل الفاعلين في ارتكاب جريمتهم الشنعاء. وتجدر الإشارة أن الطفل المصاب شينيا الذي نقل إلى المستشفى مكن محققي فرقة مكافحة الجرائم الكبرى المكلفة بالتحقيق في القضية قبل خضوعه إلى عملية جراحية من معلومة تفيد أن الجريمة اقترفت من قبل المسمات راء وصديقتها. على الفور أسدينا نحن وكيل الجمهورية لمصالح الضبطية القضائية تعليمات باستغلال المعلومة وتوقيف الفاعلين في إطار الاستعجال، وتمت التحريات بشأن هاتين الأخيرتين ليتم تحديد هويتهما، إذ اتضح أن الأمر يتعلق بكل من المسمات يا سين المكنة ترى وتعد زوجة شقيق والد الطفلين الضحيتين، والمسمات صاد دال. وبموجب إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش الصادر عنا نحن وكيل الجمهورية تم توقيفهما وتم تفتيش مسكني المشتبه فيهما ليتم العثور على المسروقات بمسكن المشتبه فيها صاد دال والمتمثلة أساسا في مصوغات خاصة بالمجني عليها با تا من معدن ذو لون أصفر وأبيض وساعة يد نسائية وقارورة عطر وحافظات جلدية صغيرة وقرطين من معدن أصفر وجهاز هاتفي وأربع جوازات سفر بيومترية خاصة بالطفلين الضحيتين ووالديهما المشتبه فيهما. اعترفتا باقترافهما الجريمة والتي خططا لها من قبل ومنذ عدة أيام سابقة وبإصرار على القيام بها، كما بين التحقيق أن المشتبه فيهما يسكنان في عمارة واحدة. وبعد أن تم توقيفهما والتحقيق معهما حول الوقائع وبعد اعترافاتهما بارتكاب هذه الجريمة بعد الاتفاق والتخطيط المسبق وبعد انتهاء الضبطية القضائية من التحقيق في القضية، تم اليوم تقديم الأطراف أمامنا وتم إحالة الملف على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي ضد كل من ياسين وصاد دال بعد توجيه الاتهام لهما بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص وجناية الاغتيال المقترن بظرفي الإصرار والترصد وبارتكاب أعمال وحشية،
وجناية محاولة الاغتيال المقترن بظرفية الإصرار والترصد وبارتكاب أعمال وحشية وجنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد. وبعد استجواب المتهمين من قبل المتهمتين عفوا من قبل قاضي التحقيق صدر في حق كل منهما أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت. ونشير أنه بالاستغلال الجيد للمعلومة والسرعة في التحري من قبل مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية عنابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية مكننا من حل لغز هذه الجريمة وتوقيف الفاعلين في أسرع وقت وتقديمهم أمام العدالة ليأخذ القانون مجراه. التحقيق القضائي متواصل في القضية. وفي الأخير نتقدم بعبارات التعازي الخالصة لأهالي الضحايا.